لقد كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران مبادرة تسوق بأمان، والتي تهدف للتصدي لوباء فيروس كورونا من خلال تقديم التوعية الصحية للمتسوقين والمشاركة في تنظيم حركة الدخول والخروج في عدد من الأسواق والمحال التجارية. مبادرة تسوق بأمان شارك معنا أكثر من 90 كشاف وقائد. المبادرة عبارة عن فك التزاحم داخل الأسواق، إعطائهم الكمامات للمتسوقين وإعطاء القفازات للمتسوقين، كشف درجات الحرارة وتعقيم عربات التسوق، أيضا تباعد المتسوقين متر ونص بين كل متسوق ومتسوق، وأيضا وضع التعليمات للمتسوقين. تأتي هذه المبادرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في الأسواق، وهي ضمن العديد من المبادرات والخطط الوقائية لمكافحة فيروس كورونا التي أطلقتها إدارة التعليم بالمنطقة. هدف المبادرة تفعيل خطط مكافحة فيروس كورونا في المنطقة، وأيضا تكاتف مع الجهات المختصة في هذا الأمر، ولله الحمد والمنة المبادرة خدمت أغلبية أسواق منطقة نجران، خدمنا ولله الحمد أكثر من 25 ألف متسوق. أصبحت الكشافة مثالا رائعا للعمل التطوعي من خلال تنظيم المبادرات التطوعية، حيث تؤكد أعمالهم بأنهم علامة فارقة في كل المناسبات والفعاليات. عبد الرحيم الشيبان، الإخبارية، نجران.